السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كلنا بنحب المسقعة. النهاردة ان شاء الله هنعملها بطريقة جديدة، هنعملها من غير زيت ولا دهون. ان شاء الله هتجربوها وتعجبكم، واكتبولي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا لمتابعتكم وشكرا على تعليقاتكم الجميلة. بصوا جميلة ازاي، حبيت اوريكم من جوه، شكلها جميل جدا وطعمها جميل وريحتها جميلة جدا جدا. هنضيف معلقتين من الزيت، مش هنستخدم اي زيت تاني في الوصفة غير المعلقتين دول بس. معنا معلقة ثوم مهروس، هنقلب الثوم لحد ما يصفر معانا. لحد ما بقى بالشكل ده. معانا عصير طماطم متصفي بالمصفى، هنضيفه على الثوم. تصفية الطماطم بتخلي طعم الأكل جميل جدا. هنضيف عليها ملح وكمون وفلفل أسود ومرقة، هنقلبهم وهنسيبها تتسبك على نار هادية. معانا البتنجانة هنخرمه بالشوكة بالشكل ده عشان تستوي معانا من جوه ومن بره وتبقى جميلة. اللي حابب يشويه في الفرن يشويه، واللي حابب يشويه على البوتاجاز من فوق يشويه. انا هشويه على عين البوتاجاز، هنشويها بالشكل ده. بعد ما تشوت معانا بالشكل ده هنقلبها لحد ما تتشوي من كل الجوانب. انا شويت الكمية كلها، دلوقتي هقشرها. معانا هنا البطاطس هنقشرها وهنقطعها صوابع بالشكل ده. معانا هنا الصلصة بعد ما تسبكت معانا بالشكل ده، هنضيف عليها البطاطس. بدل ما نقليها في الزيت هتستوي معانا هنا، ويبقى طعمها جميل جدا من غير زيت، وهتبقى خفيفة وطعمها زي المسقعة اللي احنا بناكلها بالظبط. هنقلبها وهنسيبها على نار هادية. مش هتحتاج نزودها مية، لو احتاجت ممكن نزودها شوية صغيرين عشان نعمل البشاميل. معانا هنا لتر من اللبن، هو سائع وفيه قطع تلج. احنا هنضيف عليه 6 معالق من الدقيق المنخول، وهنضيف عليه ملح وفلفل اسود وكمون ومرقة، بس مش هنزود الفلفل اسود والكمون. هنقلب كل المكونات دي مع بعض. بعد ما قلبناها هنرفعها على النار مع التقليب المستمر لحد ما القوام ما يتقل معانا كده. بقى جاهز معانا خلاص، هندفع البشاميل. الخطوة دي اختياري، اللي حابب يضيف معلقة جبنة على البشاميل يضيفها، بتخلي طعم البشاميل غني جدا. واللي مش حابب ما يضيفهاش، هنقلبها ونسيبها تسيح مع البشاميل وهو سخن. ده شكل البتنجان بعد ما قشرناه وقطعناه بالشكل ده. ده كده شكل البطاطس معانا بعد ما دخلت في سوا خلاص. هنضيف عليها البتنجان
عشان ياخد من نفس الطعم لحد ما البطاطس ما تكمل سوا. لو لقيناها ناشفة معانا هنزودها مية، بس انا ما زودتهاش مية خالص، بس انا مسويها على نار هادية وكنت واقفة جنبها. هنقلبها وهنسيبهم كلهم على نار هادية يستووا. معانا هنا معلقتين خل بتخلي طعمها جميل جدا، بتحول طعم المسقعة. هنقلبها كلها ونسيبها على نار هادية. معانا البايركس اللي احنا هنعمل فيه. معانا هنا المسقعة بعد ما البطاطس استوت معانا تماما، هنفضيها في البايركس. بعد ما حطينا البطاطس في البايركس هنسويها بالشكل ده. اهم حاجة ما نبهدلش البايركس عشان ما يتحرقش معانا في الفرن، نسويه من بره. وهنضيف عليه البشاميل اللي احنا سيحنا عليه معلقة من الجبنة. البشاميل ده مش معليه سمنة ولا عليه بيض، بشاميل خفيف جدا، والمسقعة كمان خفيفة، وان شاء الله هتجربوها تعجبكم جدا. هنساوي البشاميل على الوش كده. هنضيف عليها جبنة اختياري، اللي مش حابب يضيف ما يضيفش. هندخلها الفرن تتحمر بس من فوق. كان باقي شوية مسقعة معانا حطيتهم في البايركس الصغير ده، وهندخلهم كلهم الفرن مع بعض. ده كده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. ان شاء الله هتجربوها تعجبكم جدا. وما تنسوش اللايك والشير، ولو بتشوفوني لاول مرة تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا لمتابعتكم، وشكرا على تعليقاتكم الجميلة اللي بتسعدني وبتدعمني جدا.